الان على الخطوط الاولى في بساتين حي برزة الدمشقي. ميليشيات اسد تحاول اقتحام البساتين والثوار صامدين. معنا الان احد القاده العسكريين ليحدثنا عن المعركه ومحاوله ميليشيات اسد اقتحام البساتين. حياكم الله. حياك الله. ممكن تحكي لنا شو عم يصير؟ والله نحن هون عم يقتحموا علينا ميليشيات الاسد وعم يحاولوا شتى الوسائل انه يفوتوا لهون، وباذن الله نحن صامدين، يعني ما في تراجع باذن الله، والشباب بهمتنا وهمه الشباب كله تمام باذن الله، وعم يحاول يعني بشتى الوسائل بالقصف والضرب ودبابات. وامبارح الحمد لله فضل من الله عطبنا له دبابه دمرناها تدمير كامل فضل من الله، والشباب الله يعطيهم العافيه كلهم قاموا بالواجب العسكري يعني، وما عليهم حكي نهائيا، ونحن باذن الله ثابتين هون وباذن الله ما في تراجع. يا شباب